اتنين رجالة، والإيمان حالة من الإيمان اللي هي تقدر تقول عليها في القمة، أبو جندل وأبو بصير، وزيكم الأول عاملين إيه؟ على فكرة أنا المعلومات دي كلها أنا بقراها وبجتهد فيها وأقدمها لحضراتكم، يعني إحنا أنا مش عارف حاجة أكتر منكم، لكن ده ربنا يعني أكرمني بأن أنا بقدر أتكلم في الحاجات دي وأنتوا بتحبوا تسمعوها، فدي حاجة يعني أنا معرفش أهتم منها خالص، حاجة عظيمة جدا جدا جدا. فنحكي، إحنا كنا حكينا لحضراتكم عن المؤمنات اللي جم من قريش للمدينة، وكان بعد كده حصل صلح الحديبية ونزلت الآيات تنقذهم إن هم ما يرجعوش، لأن الصلح بتاع الحديبية نص على إيه؟ على إنه المسلم اللي يجي لسيدنا محمد من الكفار يرجعه لهم، واللي يروح من عند سيدنا محمد للكفار ما يرجعهوش، ودي كان فيها حكاية وحكيناها كلها. لكن بالنسبة للستات نزلت الآيات إنه اللي تيجي ست امتحنوها، وقلنا الامتحان هيبقى عبارة عن مش أسئلة في الدين بقدر ما أسئلة في الشخصية، أنت جاية ليه؟ سبتي بلدك ليه؟ سبتي مكة ليه؟ ونشوف هي جاية عشان إيمان حقيقي ولا جاية لأنها عندها مشكلة شخصية. خلاص ده صلح الحديبية. لكن طب الرجالة؟ قال لك لا، الرجالة هيرجعوا. فحصل موقف لاتنين مهمين جدا. مين اللي كان بيمضي الاتفاقية مع سيدنا النبي؟ ما بعتوا له فلان ومشي، وبعتوا فلان ومشي لغاية ما جه سهيل ابن عمرو. سهيل حتى لما جه سيدنا محمد قال ربنا هيسهلها لكم، خلاص بدل ما جه سهيل هتتسهل، وفعلا اتفقوا على الصيغه اللي انتوا عارفينها بتاع صلح الحديبيه، اللي هي خلاص يرجعوا المسلمين ما يعملوش العمره ويذبحوا الهدي بتاعهم، ويجوا السنه الجايه يعتمروا، هيسيبوا لهم مكه 3 ايام، يعيشوا في مكه 3 ايام واهل مكه يبعدوا عنها. ده الاتفاق. واذا جه سيدنا محمد ناس من مكه مسلمين يردهم لمكه الرجاله، واذا جه طلع من مكه من المدينه ناس من عند سيدنا محمد لمكه ما يردهمش. لكن الرجاله بقى ايه؟ في واحد سهيل بن عمرو ده قاعد بيمضي الاتفاقيه مع النبي وتمام، خلصوا الاتفاقيه، وفجاه دخل ابو جندل. مين ابو جندل ده؟ ده ابن سهيل بن عمرو، كان ربطه في البيت، فك نفسه وجاء بقيوده، يعني بيقولوا بيحجل بيتنطر كده لانه جاي في القيود. انا اسلمت في سيدنا محمد، احنا لسه مطين. طب ايه؟ سهيل قال له لا. اول حاجه عملها سهيل راح قام مديه لابنه بالقلم، انت هتيجي معايا. سيدنا محمد قال له يعني ممكن تسيبهولي؟ قال لا يا سيدي سيبهولي. قال له لا. سهيل قال ابو جندل قال للمسلمين انا مؤمن بسيدنا محمد وبربنا، هتسيبوني دول يفتنوني في ديني؟ سيدنا محمد قال له نحن نفي بالعهد طبقا للآيات. فقال له احنا نفي بالعهد، خلاص مفيش فايدة، ارجع مع أبوك. فرجع أبو جندل. أدي واحد فحكايته لسه ما خلصتش. في واحد تاني اسمه أبو بصير، أسلم وروح لسيدنا محمد المدينة. أنا أسلمت. قال لا ارجع. مش قال لا أنا مش هرجع، انا قاعد معاك هنا خلاص حضرتك كده شويه. وجم الكفار بعتوا اتنين يعني بيسالوا على ابو بصير، فسيدنا محمد قال له ارجع معاهم خلاص. قوم ابو بصير خرج مع الاتنين وهو راجع على مكه، سهاهم، والحوار موجود، عمل حاجه زي ما بتشوفوها في الافلام كده. قال له الله السيف بتاعك ده حلو قوي، انت جايبه منين؟ ده نوعه ايه السيف؟ وريني السيف ده. ماشيين بقى بيتكلموا مع بعض. المهم قدر ياخد السيف من الراجل يتفرج عليه، فراح مديله دب دب دب، قتل واحد، التاني كان جري. التاني رجع منين؟ مكه جري. وده راح راجع لسيدنا محمد. سيدنا محمد اول ما شافه قال له الاتي، عباره كده مكتوبه مفهمه، انا بفهم معناها، ويل امه مسعر حرب. الراجل ده بيولع حرب. ويل امي مسعر حرب، لو ان لي معاه واحد ولا حاجه كان عامل مشكله. الراجل ده عامل مشكله. اول ما سمع ابو بصير كلام النبي فهم ان النبي هيرجعه تاني لمكه، فراح ماشي من المدينه وراح قاعد بعيد عن المدينه شويه. وابو جندل ده عرف ان في ابو بصير قاعد هناك،
هرب تاني وطلع قاعد مع ابو بصير شويه، وناس اسلموا جم من مكه مش هيقدروا يروحوا للنبي هيرجعهم لانه ماضي عقد ماضي اتفاقيه. راحوا طالعين كتير، كتروا بقوا 20 30 50 عد زي ما انت عايز، واذا بيهم يشكلوا رابطه رابطه. شوف بقى دول بقى ايه، دول اللي هم على راسهم ابو جندل او جندل وابو بصير، دول ايمانهم عامل ازاي؟ ده الناس اللي هاجروا مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، تركوا اموالهم وبيوتهم وكل حاجه وراحوا، راحوا مجتمع جديد، بعملوا بنوا انشاوا مجتمع جديد وعاشوا في المدينه. دول عايشين في الصحراء ما بيعملوش حاجه خالص، لكن ايمانهم لا قادرين يروحوا للنبي ولا قادرين ولا عايزين يرجعوا مكه، وسابوا كل حاجه وعاشوا في الصحراء. طب يعملوا ايه؟ عايزين يروحوا لسيدنا محمد، سيدنا محمد ماضي اتفاقيه. فشوف ربنا يديهم بقى الحاجه ان هم يبداوا يناوشوا كل القوافل اللي طالعه من قريش، اي قافله طالعه يبتدوا يضايقوهم، ياخدوا منهم الحاجه بتاعتهم، التجاره بتاعتهم. وبتوع قريش يا محمد الحقنا، يا محمد انقذنا، والتانيين ما لهمش دعوه، ما شغالين. لغايه ما يحصل ايه بقى؟ شوف بقى، شوف التسهيل، انه لما بتبقى ماسك على ايمانك، عشان بقول لك ليه قمه الايمان، ليه؟ لان دول راحوا ومش عارفين الاتفاقيه دي هتاخد، الاتفاقيه دي 10 سنين. الاتفاقيه دي كانت يا صحيح باظت بعديها بسنه، لكن هي كانت 10 سنين. يعني هيقعدوا في الصحراء كده 10 سنين بلا زوجات بلا اي حاجه. رجاله قاعدين ما وراهمش حاجه خالص في الصحراء، منتظرين ان النبي يقبلهم. ايه دول؟ يعني انا احبك او احبك تتاملي معايا، ابو بصير ده كان ايه؟ يعني اعتقد ان اسمه على مسمى، يعني كان شايف كويس، شايف الحكايه كويس. وابو جندل ده ابوه سهيل بن عمرو، ده من الناس الكبار في مكه قوي، يعني راجل غني جدا. ازاي ساب ده كله وحتى ما راحش قعد مع النبي؟ لا ده راح قعد في حته بعيده. فده اظن يحب يعني، او احب قوي جدا ان انتوا تعرفوا مين دول. ابو بصير وابو جندل سابوا كل شيء وراحوا قعدوا في الصحراء، فضلوا يضايقوا في قريش لغايه ما قريش مش طايقاهم، بيعملوا مشاكل جامده جدا في القوافل. فاذا بيهم يرسلوا مبعوث لسيدنا النبي يقول له ايه؟ يا محمد من جاءك من مكه عندك فهو امن. خلاص هنبوظ البند ده من الاتفاقيه، اللي يجي لك من مكه يعيش معاك في المدينه فهو امن. فتهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات الكريمة بتقول إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. طيب في كمان آية ممكن نزلة برضو للمجموعة دي اللي هي بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما تسمع او تقرا الايات ديت تعرف ان في ناس عملوا حاجات غريبه جدا عشان يثبتوا هذا الدين، لانه الدين ده كان عايز ناس كتير تثبته. فلما تلاقي اتنين سابوا كل شيء وراحوا قعدوا في الصحراء، وقوموا مقاومه عنيفه وقعدوا يرزلوا على قريش لغايه ما سلموا، ما يدروش حتى يحاربوهم، سلموا قالوا خلاص خلاص يمشوا. دي اسمها ايه؟ انا رايي او حسب ما انا حاسس يعني، دي قوه الايمان او قوه الايمان، يعني هي تتحسب بالاثنين، يعني قوه الايمان وقوه ايمان الانسان. لما يكون الانسان مؤمن بقضيه معينه ربنا يعني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لما تيجي تقرا الايات دي او تقرا ايات سوره الفتح، لان سوره الفتح فيها ايات كتير جدا خاصه بالصلح والغزو البدر والحاجات دي، لما تقرا الايات دي بص لها كويس واعرف ان ده حقيقي، وان ده ليه حكايات، ليه فيه ناس كتير عملوا حاجات كتير قوي حلوه عشان يسهلوا لنا الدين، وفي ناس كتير عملوا حاجات وحشة عشان يلخبطوا لنا حياتنا باسم الدين. فانت لازم تعرف الاصل، عشان انت لما تدور على الاصل
هتلاقي الحاجات احلى بكتير جدا جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.